كيكون انسجام بيناتنا، كيكون كاع انسجام بيناتنا. لاكو عرفتوا كاع واش عشنا العام اللي فات من حرائق الغابات التي مست ولايه بجايا، راحوا فيها ضحايا ربي يرحمهم. وعندما يكون انسجام سوف نشكل قوه قويه اكثر من قواها، ولما يكون التنسيق بيناتنا. وهذه الكوارث هذه ومهما كانت صفتها الكوارث، احنا مهمتنا هي اولا مجابهه هذه الكوارث مهما كانت طبيعتها. في إطار مهام الدرك الوطني، قامت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية هذا اليوم 22 ماي 2024 بمشاركة مختلف القطاعات ذات الصلة على غرار القطاع العسكري، مصالح الحماية المدنية، مصالح الغابات، بالتنسيق مع السلطات الإدارية بتنفيذ تمرين تكتيكي يتمحور حول حريق الغابات على مستوى غابة تورير تغيل ولاية بجاية، وهذا للتأكد من جاهزية وآلية التنسيق والاتصال مع مختلف القطاعات والتمرن على التدخل ومجابهة كل الحرائق التي تطال الأماكن الغابية لضمان الظروف المثلى للنجدة والإغاثة والأمن. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.